ده مش بتاع الشام. طيب بتعالي بقى حاجه بني جبتها. هات يا ابني التليفون. ايه اللي صحاني؟ بقى بصحى على الكابه اللي انت فيها. كل يوم تشغلني يا ابني واحد، مره حسن واسمر، مره عدويه، ودلوقتي طارق الشيخ. انا اصحى يا ابني على اغنيه دي احداث. شغلني اجرح. دي مين دي؟ الو، ايوه شيماء. بقول لك ايه يا اختي؟ هو انت يا اختي هي دي مراتك ولا ايه؟ خطيبتك؟ طب ما انت يا شيماء دلوقتي الواد خطيبك كل يوم بيصحينا على مساوي. مره طارق الشيخ، الولد خلاص بقى مكتئب. انا لو منك ما خلاص اقول لك ايه؟ دلوقتي الولد كان بيحبك ومره واحده انت سبتيه. ناويه ترجعي له يا شيماء؟ انت عايز ترجع لها؟ عايز ترجع لها؟ الولد ما عندوش كرامه يا شيماء وعايز يرجع لك، معلش عيل فاضي، ما هي الغربه بتعمل كده. الغربه بدل ما تعمل رجاله عايز يرجع لك يا شيماء. بقول لك يا شيماء بس ما... انت بتتعرف عليها في ايه؟ فيس. كمان يا شوشو ده جايبك من على الفيس كمان، يعني مش شاركتك ولا جارتك ولا حاجه، دي انت ليلتك زوحل. بقول لك يا شيماء الواد كمان حتى متعرف عليك على الفيس، ده انا كان نفسي اشوف شكل اهلك عشان اديكي 30 قلم، لاني محسسنا ان هو ايه بيكلم رغده. كل شويه كلمت شيماء، قفلت مع شيماء، اصل شيماء بتحبني ودلوقتي ما بقاش رايك يا شيماء. وانت دخلت عندك على الفيس لقيتك حاطه صور باربي. باربي ايه يا بنت؟ باربي ايه يا بنت؟ ما تحط صورتك يا بنت عشان الناس تشوفك. ربنا يحرقك يا رب جبت الولد تبول لا راضي. هو انت جبت لها حاجه يالا؟ ايفون 6. هو جايب لك ايفون 6 يا شوشو؟ جايب انت عملت ايه للواد؟ لا لا قوي، يعني انت جبت لها ايفون 6 من مكالمه على السكايب شفتها، وامك الغلبانه بتكلمك امبارح بتقول لك ابعت لي فيتامين دي، بتقول لها معلش ياما معيش فلوس، فضلت امك على شيماء. يعني لو شيماء دي هنكتشف اللي انت اتجوزتها هتعمل ايه؟ هتبيع امك؟ يا ابني انت فولندي، يا ابني انت متعرف عليها على الفيسبوك، انت ما شفتهاش، دي انت ما شفتهاش ولا كلمتها. ايفون 6، ايفون 6، دي انت النهارده هتموت، دي انت النهارده، دي امك يالا.